السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام وبالأخص طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي بريب 1. إن شاء الله النهاردة في فيديو النهاردة جايب لكم امتحان أو نموذج لامتحان موحد، نموذج جاي من الوزارة بشكل رسمي، يعني الامتحان بتاعنا بتاع الأسبوع الجاي إن شاء الله، وطبعا الامتحان بتاع الشهور اللي بعد كده في الترم الثاني هتكون على نفس المنوال أو نفس النمط بتاع الامتحان اللي معانا في فيديو النهاردة إن شاء الله. وكالعادة معايا في الفيديو المدرسين الافاضل، كل مدرس هيساعدنا في حل الماده او حل الاسئله الخاصه بالماده بتاعته. جزاهم الله عنا وعنكم كل خير ان شاء الله. يلا بينا نبدا الفيديو لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة بقى معانا نموذج استرشاد للصف الأول الإعدادي. هو المفروض الامتحان ده زي اللي الوزارة نزلته، فاحنا طبعا لازم نكون حلينه أو على الأقل نبقى شايفين النموذج اللي ممكن يجي زيه في الامتحان. طيب خلينا نبتدي كده. بيتكلم هنا بيقول القراءة، هنتكلم في سؤالين عن القراءة من موضوع الحرية. تمام، من موضوع الحرية. فبيقول إيه؟ المطلب الحقيقي للهرة كان الطعام ولا الشراب ولا الحرية؟ احنا هنا طبعا عارفين ان المطلب الحقيقي كان الحرية. طيب ليه؟ لان احنا لو نفتكر كده الدرس مع بعض، جه الراجل الكاتب حط للهرة طعام وبرضو بعدت عنه، طيب حط للهرة شراب ماء برضو بعدت عنه، هي ما كانتش عايزة كل ده، هي كانت عايزة حريتها، عايزة تبعد عن تطلع من الغرفة وتنول حريتها. طيب نشوف السؤال التاني، بيقول هنا تمنى الكاتب أن يكون مؤب عليه السلام ليعرف مطالب الهرة. طيب هو كان الكاتب بيتمنى أن يكون مين؟ برافو، كان بيتمنى يكون سيدنا سليمان. طيب اشمعنا سيدنا سليمان؟ عشان سيدنا سليمان كان بيفهم لغة الحيوانات والطيور، فعشان كده الكاتب كان بيتمنى ان يكون سيدنا سليمان، على الاقل كان يعرف يتفاهم مع الهرة ويعرف منها ايه الغرض بتاعها، ايه اللي هي عايزاه، ايه المطلب اللي هي بتطلبه. تمام. طيب هنشوف هنا السؤال اللي بعده، بيقول من قصة عقبة بن نافع، بيقول هنا أول عمل قيادي تولاه عقبة هو فتح، عندنا فتح فزان. تمام. طيب عشان نبقى عارفين برضو مصر كانت من ضمن الأول الامتحان وتاني امتحان كان دخل فيهم عقبة، كان فتح مصر والشام، إنما أول عمل قيادي كان تولاه عقبة كان فتح فزان. تمام. بيقول هنا السؤال الثاني، اسم أفريقيا كان يطلق على القطر التونسي اللي هو تونس. تمام. طيب نشوف الجزء الخاص بالنصوص، من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزا وما تواضع أحدا لله إلا رفع. طيب بيقول هنا عندنا نقص وزاد، بينهما ايه؟ نقص وزيادة، دول كلمتين عكس بعض، يبقى معنى كده ان بينهما ايه؟ بينهما تضاد. ترادف يعني معنى تشابه، يعني شبه بعض في الحروف او على نفس الوزن، انما هما لا، هما الكلمتين عكس بعض. طيب كلمة صدقة جاءت نكرة تفيد التقليل ولا الشموم والشمول والعموم ولا الفخر؟ طيب لو جينا هنا بصينا ما نقص مال من صدقة، هو هنا حدد لنا نوع الصدقة ايه هي؟ مش احنا عندنا للصدقة انواع كثيرة؟ طيب في صدقة الاقوال وصدقة الافعال، لا هو هنا ما حددش، فمعنى كده ان هو جاءت نكرة عشان يقول لنا هنا او يفيد العموم والشمول. تمام. طيب نيجي هنا للجزئية بتاعت النحو، الجزئية الخاصة بالنحو، طبعا محدش يخاف لان النحو ده والله سهل جدا، بس احنا بس اللي بنبقى متوترين. طيب بيقول هنا تسعى مصر الى النهوض بالتعليم لان للتعليم اثرا كبيرا في تنمية الفرد والمجتمع. حاطط خط تحت كلمة مصر وكلمة اثرا. طيب نبتدي نشوف كلمة مصر. كلمة مصر اولا لو جينا بصينا كده بيقول تسعى مصر،
دي جملة فعلية بدأت بفعل، فمعنى كده ان احنا هنشوف الفعل والفاعل هم دول الركنين الاساسيين. طيب تسعى هي الفعل، فين الفاعل؟ مين اللي بتسعى؟ مصر. يبقى معنى كده ان مصر اعرابها ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. نيجي نبص كده في الاختيارات لقينا اهو فاعل مرفوع بالضمه، وهو ده اختيارنا اللي احنا عايزينه. طيب كلمه اثرا، هنيجي هنا ناس كتير هتتلخبط. اول حاجه نبص عليها ان كلمه اثر هنا اثرا منصوبه في حالة النصب بتاعتها. طيب نبص كده قبلها هنلاقي أن دي من الحروف الناسخة. حروف الناسخة بتعمل إيه في اسمها؟ بتنصب اسمها وبترفع خبرها. طيب يبقى معنى كده إن طالما في أن ودي حرف ناسخ، يبقى معنى كده إن أثرا دي هتكون اسم أن منصوب بالفتحة أهو. طيب نشوف رقم 3، بيقول مصر خيرها كثير. نوع الخبر هنا ايه؟ مفرد ولا جملة ولا جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ هنبص هنا لو خبر مفرد كنا هنلاقيه عبارة عن كلمة واحدة موجودة وبتدل عن الخبر او بتتمم لنا معنى الجملة وتخلينا نفهمها. طيب لكن هنا لا، مش كلمة واحدة، لان انا لو جيت قلت مصر خيرها ملو ما فهمتش. طيب مصر كثير، لا طبعا برضو مش فاهم، انما هي على بعضها كلها هي اللي مفهمانا معنى الجملة. لو جينا كده بصينا هنلاقيها ان هي مش جملة فعلية، لان خير دي اسم مش فعل، فمعنى كده ان هي مش جملة فعلية ومش مفرد. يبقى هنا معنى كده انها تكون جملة اسمية كمان. ليه؟ لان عارفين ان احنا من شروط الجملة الاسمية ان يكون في ضمير اسم متصل بضمير، وفعلا احنا عندنا الضمير موجود اهو، تمام شايفين. طيب ندخل في اللي بعده، بيقول هنا يجد الطالب في المذاكرة. شوف الفعل اللي تحتي خط معتل ولا صحيح، عشان نفتكر مع بعض. الفعل المعتل اللي هو بيبقى موجود فيه حروف علة اللي هي الألف والواو والياء. طيب الفعل الصحيح دي أفعال صحيحة ما فيهاش الحروف دي، ويا إما صحيح سالم يعني كل حروفه سليمة، يا إما مهموز يعني فيه همزة، يا إما مضاعف وبيبقى فيه تضعيف، تمام. طيب فبنقول هنا يجد الطالب في المذاكرة، نرجح كده الفعل للماضي جد. طيب مش هينفع يا ميس نشتغل عليه كده، لا مش هينفع نشتغل عليه كده. لما نيجي نرجعه للماضي هنلاقيه جد. جد ده يعني معنى كده جيم والدال عليها شدة، يعني معنى كده ان هو فعل صحيح مضاعف لان ما فيهوش اي حروف من حروف العلة، وكمان في تضعيف، فمعنى كده ان هو صحيح مضاعف، تمام. طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص باللغة العربية، اتمنى يعني تكونوا استفدتوا، وان شاء الله ربنا معاكم كده في الامتحانات وما تقلقوش، وكل حاجة هتبقى كويسة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض الجزء الخاص باللغة الانجليزية من نموذج اللي جاي من الوزارة نفسها. Choose number one. Unhealthy food makes you sick. الطعام الغير صحي يجعلك مريضا. Eat يأكل. Eats يأكل برضو. Eat أكل. Eating أكل. هنا eating أكل. الجملة معناها تناول أو أكل الطعام الغير صحي. أكل الطعام الغير صحي يجعلك مريضا. ايه معنى اكل؟ اي فيرب، اي فيرب عاوز احوله الاسم اضيف له اي ان جي، او معظم الافعال اضيف لها اي ان جي هتكون اسم. زي الفعل ريد يقرا هيكون القراءه ريدنج. الفعل سويم يسبح، سويمينج سباحه. رايت تكتب، رايتنج كتابه. الفعل ايت ياكل، ايتنج اكل. هنا هنقول الجمله ايتنج ان هيلث فود يعني اكل او تناول الطعام غير صحي يجعلك مريضا. نمبر 2 يبقى هقول ايه؟ eating. number 2 هاني loves basketball. هاني يحب كرة السلة. he space it every day. it الضمير it يعود على الباسكتبول. هو ايه كل يوم؟ every day يعني كل يوم. he plays, gets, hires, does. ايوه الضمير it يعود على كرة القدم او كرة السلة. الكرة يعمل لها ايه؟ العب، يحصل على، يأجر، يفعل. ايوه plays.
plays it, يلعبها كل يوم. Number three, my father football matches on the radio. My father football matches on the radio. برضو تكلم هنا على ماتش كرة القدم. الماتش بعمله ايه؟ Run, play, bake, listen to. لو هنا لو غايت كده matches هنا لحد هنا اذا هتكون play يلعب. تمام؟ لكن باقي الجملة هيتغير المقصود من الجملة. يعني باقي الجملة لك ايه؟ بيقول لك on the radio على الراديو. على الراديو يبقى يلعب ولا يستمع؟ ايوه listens. My father listens to football matches on the radio. Number four, الجمل choose هيجي choose بس هيجي صعب مش سهل على فكرة يا شباب، محدش يستسهل الموضوع. ست جمل زي ما قلنا، ست جمل ثلاثة على الفوكاب الكلمات وثلاثة على الجرامر القواعد، هيجوا صعبين شوية عشان كده لازم نركز في الامتحان. Number four, ماهر volunteer work at hospital. At the hospital volunteer work عمل تطوعي، وكلمة work أو كلمة volunteer work العمل التطوعي قبليه الفعل go ولا give play ولا do طبعا بالاس. goes gives plays does، قلنا يقوم أو يؤدي عمل تطوعي في unit 2 تقريبا اللي هو ايه الفعل does. does volunteer work. number 5, this is a picture my family. دي في أول unit، صورة لي هقول صورة لفلان، هقول picture picture at for of in. ايوه picture of، هذه صورة لأسرتي. this is a picture of my friend، هذه صورة لصديقي. this is picture of، this is a picture of me، هذه صورة ليا. يبقى صورة لشخص a picture of، حرف جر of مش of، هنا الاف نطقها ف. number 6, mount everest، جبل everest is than. طالما عندك هنا فيه than، اذا فكرنا بالمقارنه بين مفرد ومفرد، الكلام ده خدنا مثلا 5 و6، المقارنه بين مفرد ومفرد بصفه قصيره وهنا فيه than، يبقى هقول زي عندنا مثلا bigger than اكبر من، smaller than اصغر من، faster than اسرع من، smaller than bigger than taller than thinner than shorter than taller than longer than. يبقى الصفه er than هنا موجود عندنا في الجملة than، الناقص الصفة er اللي هي highest high the high higher. ايوه هقول higher than. وكده خلصنا الجمل الخاصة بالانجلش اللي جاية طبعا من الوزارة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبنا الحلوين سنة أولى إعدادي. النهاردة هنبتدي نحل كده كام سؤال على الدراسات الاجتماعية. هنبتدي نتكلم عن كيفية عمل الامتحان. قدامنا كده بعض الأسئلة، الأسئلة دي هتبقى جاية في نفس المستوى بتاع امتحان آخر سنة. طيب عندنا أول سؤال بيتكلم بيقولك أكبر كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب المشتري. طبعا احنا عارفين المجموعة الشمسية عندنا مكونة من كواكب داخلية وكواكب خارجية. طيب يمر مدار السرطان بقارة آسيا. مدار السرطان بيمر بقارة آسيا، قارة أفريقيا، وما بيمرش في قارة أمريكا الجنوبية ولكن بيمر في قارة أمريكا الشمالية. القارة الوحيدة اللي بيمر عندنا الثلاث مدارات فيها هي قارة أفريقيا، بيمر فيها مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي. مدار الجدي بيمر في قارة أستراليا كمان وبيمر في قارة أمريكا الجنوبية. خط الاستواء بيمر في جنوب قارة آسيا، في وسط قارة أفريقيا، وفي شمال قارة أمريكا الجنوبية. ظهرت بعض العبادات مثل تقديس بعض الحيوانات في العصر النحاسي. والعصر النحاسي يعتبر آخر العصور القديمة للمصر القديم، واللي بيها بدأ تقديس بعض الحيوانات وظهرت العبادات. كان يرأس الإدارة المركزية في مصر الوزير، لكن طبعا الملك كان هو الفرعون، هو اللي كان بيرأس كل شيء، ولكن الإدارة المركزية كان رئيسها الوزير. المصر القديم صنع أدوات الزينة من، طبعا احنا عارفين الحلي الزينة بتاعتنا اللي هي الأساور، العقود، الحلقان، الخواتم، كل دي كانت بتصنع من المعادن. شكرا يا شباب، واتمنى ان حضراتكم تبتدوا تركزوا والامتحانات جاية حلوة وبسيطة وسهلة، وكل اللي انتوا ذاكرتوه
مع دوام التوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين، واتمنى ربنا يوفقكم جميعا يا حبايبي إن شاء الله، وتمر السنة دي على خير بإذن الله تعالى. معانا نموذج دلوقتي مبسط للصف الأول الإعدادي في مادة العلوم. لو في وقت إن شاء الله مع مستر عبده هنعمل نموذج واثنين وثلاثة إن شاء الله. طيب نيجي نشوف مع بعض السؤال الأول، بيقول لي يعتبر السيكس من. طيب انا عندي سنه اولى، نفتكر مع بعض بس كده بسرعه، انا عندي التكاثر في النباتات في على حسب الشكل الظاهري وفي على حسب طريقه تكوين البذور. عندي التكاثر في النباتات، تكاثر تنقسم النباتات على حسب حاجتين. النبات، نركز مع بعض، انا عندي صنفنا الحيوانات، صنفنا النباتات، وفي اول حاجه عندي خالص اللي هي الكائنات الدقيقه، اللي هي كائنات وحيده الخليه، اللي هي الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا. طيب ده بقى النباتات، قسمت عندي النباتات على حسب الشكل الظاهري الى نباتات ليس لها جذر ولا ساق ولا اوراق، ودي سميناها الطحالب، ونباتات بتتميز الى جذور وسقان واوراق زي نبات النخل زي نبات الكافور وهكذا. الطريقة التانية لتصنيف النباتات قسمناها على حسب طريقة التكاثر. فأنا عندي في التكاثر في النباتات، في نباتات بتكاثر بتكوين حاجة اسمها الجراثيم، ودي زي السراخس. سراخس عندي زي الفجير وكزبرة البير. طيب الطريقة التانية في التكاثر اللي هي تكوين البذور، في نباتات بتكون بتتكاثر بتكوين البذور، في نباتات عندي بتتكاثر بتكوين البذور على حاجة اسمها مخاريط وليس لها غلاف ثمري، يعني البذر بيبقى منها كده للهواء مفيش عليها غطاء، فبنسميها معرات البذور، يعني ليس لها غلاف ثمري. يعني ايه غلاف ثمري؟ يعني انا دلوقتي عندي الفول، عندي البسله، لما باجي اشوف حبايه الفول بيبقى عليها غلاف، بيبقى عليها غشاء من بره، خلاص، فدي بنسميها مغطاه البذور. اما عندي السيكس والصنوبر دي بنسميها نباتات معرات البذور، تمام؟ يبقى الصنوبر ومعاه السيكس بنسميها نباتات معرات البذور، يعني بتكون بذور على حاجة اسمها سنة أولى مخاريط، اللي هو بنسميه كورن، تاخدوه في الرياضة اللي هو عامل زي القرطاس كده، تمام؟ يبقى الصنوبر ومعاه السيكس من إيه؟ سمعتكم، برافو عليكم، من النباتات معرات البذور، يعني ليس لها غلاف ثمري. ننتقل للسؤال الثاني، يتم تخزين طاقة كيميائية. أنا عندي صور كتير جدا للطاقة، في طاقة كيميائية، في طاقة حركية، في طاقة الوضع، في طاقة ضوئية، في طاقة نووية، في طاقة كهرومائية، فعندي مصادر كتير جدا للطاقة. من ضمن صور الطاقة عندي الطاقة الكيميائية. طيب الطاقة الكيميائية دي موجودة فين يا سنة أولى؟ موجودة في عندي في بطارية السيارة. ليه؟ أكيد طبعا كلنا عارفين إن البطارية اللي موجودة في العربية بتاعت بابا بيبقى فيها حمض اسمه حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ده عبارة عن إيه؟ مادة كيميائية، عشان لما بيحصل تفاعلات داخل بطارية السيارة بينتج عن التفاعلات الكيميائية ده إن لما بابا بيجي يقولك إيه؟ انزل يا محمد مثلا سخن العربية. فبعد هل بابا لما بينزل يسوق العربيه هل بينزل يسوق على طول، ولا الاول الطاقه الكيميائيه اللي موجوده جوه البطاريه بتبدا تتحول لطاقه حراريه، وبعد كده لما بسخن العربيه ببدا بقى اتحرك. يبقى اخلي بالي في بطاريه السياره، البطاريه بالذات، البطاريه بالذات في الطيران، عندي الدينامو، عندي الفوانيس، عندي اللي هو التكييف، فانا في بطاريه السياره بالذات في ثلاث تحويلات للطاقه نخلي بالنا منهم كويس جدا. في بطاريه السياره بيتم تحويل الطاقه الكيميائيه الى حراريه ثم حركيه، نخلي بالنا كويس جدا من بطاريه السياره يا سنه اولى. يبقى سمعتكم شاطرين، يبقى يتم تخزين طاقه كيميائيه في مين؟ في بطاريه السياره، تمام. طيب لو بصينا على المصابيح اللي هي اللمبه بتحول الطاقه ايه؟ تحول الطاقة، أي برافو عليكم، الكهربية إلى ضوئية، تمام؟ طيب ننتقل للسؤال الثالث، يرمز لعنصر النحاس. أكيد سؤال أكيد أساسي في الامتحان إن شاء الله بإذن الله تعالى، سؤال أساسي يا سنة أولى الرموز، وخلي بالك الرموز دي حاجة أساسية طالعة معاك بعد كده. فأنا عندي النحاس
وخلي بالنا دي رموز لاتينيه مشتقه من اللغه اللاتينيه، مش رموز انجليزي. عشان كده الصوديوم ما بنقولش الصوديوم اس او، لا بنقول الصوديوم ان ايه، ناتيرام. وخلي بالي في الكتابه لازم الحرف الاول يكون كابيتال والحرف الثاني بيكون سمول، ده لو الرمز بيتكون عندي من حرفين. فانا عندي الرمز بتاع النحاس، ها سمعتكم، برافو عليكم، سي يو سي يو، تمام. طيب نيجي نشوف كل رمز من دول ونقوله برضو. سي اي ده رمز مين؟ اه كالسيوم، كالسيوم، كالسيوم سي اي. خد بالك الكالسيوم كاف الف يعني مد بالالف، يبقى كالسيوم سي اي، نحاس سي يو. السي بس اللي هو مين؟ الكربون. السي بس اللي هو مين؟ الكربون. سي اي اللي هو مين؟ سيريوم. مش عندنا في اولى اعدادي، مش في الجدول عندنا، لما نكبر ان شاء الله في ثانيه ثانوي. طيب تمام، ننتقل للسؤال الرابع. تنتقل الحراره في الغازات بطريقه، انا عندي طرق توصيل الحراره او انتقال الحراره، ثلاث طرق من انتقال الغازات الحراريه سنه ثالثه، سوري سنه اولى. طيب الحراره تنتقل بثلاث طرق، عندي المواد الصلبه بتنتقل الحراره فيهم عن طريق مين؟ التوصيل. يعني انا دلوقتي لو ماسكه معلقه مثلا وحطها على النار، انا ماسكه ايدي بعيد، ايدي مش على النار، ايدي ممسوكه وماسكه المعلقه من الطرف من ورا، لكن وانا ماسكه المعلقه من الطرف بعد دقيقه بلاقي المعلقه سخنت. وايه اللي حصل؟ عشان احنا اخدنا قبل كده وعارفين انه شاطرين كده ان جزيئات الماده الصلبه متماسكه، يعني قوه الترابط بينها بتكون قوه ايه؟ كبيره جدا، يعني المسافات البينيه شبه منعدمه، فبلاقي الحراره في المواد الصلبه بتنتقل، بلاقي الجزيء الساخن بيوصل الحراره الى الجزيء اللي بعده، فيبقى انا عندي في المواد الصلبه تنتقل الحراره عن طريق مين يا اولاد؟ التوصيل. في المواد الصلبه تنتقل الحراره عن طريق مين يا اولاد؟ التوصيل. تمام. طيب لو جيت للمواد السائله، المواد السائله زي الميه تنتقل الحراره عن طريق مين؟ الحمل. يعني انا خد بالي بلاقي عندي في المواد اللي هي السائله ان جزيئات الماء الساخنه بتحمل معها الحراره وتصعد الى اعلى ثم تهبط الى اسفل الجزيئات البارده فتسخن وهكذا. تمام. طيب نيجي للحراره في المواد الغازيه، خد بالك في كلمه المواد الغازيه، انا عندي الغازات اللي هي مين؟ الهواء. الغازات اللي هي مين يا اولاد؟ الهواء. الهواء برضو زيها زي السوائل بتنتقل عن طريق مين؟ الحمل. يبقى في المواد الغازيه تنتقل الحراره عن طريق الحمل. بس في حاجه عندي، لو انا قاعد قدام لمبه، اللمبه لو انا قاعد قدام لمبه او قاعد قدام دفايه، ايه ده؟ طب ما الهواء او السخونيه بتاعه الدفايه او السخونيه بتاعه اللمبه وصلت لي عن طريق مين؟ الاشعاع، زيها زي حراره مين؟ الشمس. احنا قلنا الشمس حرارتها بتوصل لنا عن طريق مين؟ الاشعاع، لان الشمس فوق في الفراغ في الفضاء، مفيش وسط مادي ولا صلب ولا سائل ولا غازي، فتنتقل الينا حراره الشمس عن طريق مين؟ الاشعاع. خلاص. طيب يبقى انا عندي في المواد الغازيه تنتقل عن طريق مين؟ الحمل والاشعاع في طريقه مين؟ الدفايه. نخلي بالنا المواد الغازيه بالحمل. طب ما انا عندي الدفايه والمصباح بيوصلوا لنا حرارتهم بالايه؟ بالاشعاع. طب ما انا عندي اللمبه بتبقى محطوطه او الاباجوره محطوطه على المكتب والدفايه محطوطه على الارض وانا قاعد قصادها كده، طب ما في هواء، ليه الهواء بتاع السخونيه بتاعت الدفايه او السخونيه بتاعت اللمبه ما وصلتليش بالحمل؟ لا، بتوصل لي في صوره اشعاع مباشر. يبقى الحراره في المواد الغازيه بالحمل والايه؟ والاشعاع. طب الاشعاع اللي هو مين؟ اللي هي حراره المصباح والدفايه. خلي بالك يعني لو جالي حراره المصباح بس او حراره المدفاه بس تنتقل الينا عن طريق ايه؟ يبقى لوحدها كده الاشعاع. يبقى لو قال لي الشمس بس او الدفايه بس او المصباح بس يبقى بالاشعاع. تمام. ننتقل للسؤال اللي بعده. من المواد الصلبه اللينه، يعني الطريه، هي صلبه بس طريه في درجه الحراره العاديه. خد بالك نفتكر مع بعض كده في درجه الصلابه، انا عندي مواد صلبه في درجة الحرارة العادية يعني لينة، خلاص تبقى صلبة وفي نفس الوقت لينة طرية، زي مين يا أولاد؟ زي البلاستيك والمطاط. سامعاكم، برافو عليكم،
انتوا اشطر مني، برافو عليكم. وعندي مواد صلبه لا تلين بالتسخين، يعني مهما سخنتها ما بتبقاش لينه، مستحيل تبقى لينه. زي مين؟ زي الكربون اللي هو الفحم. وعشان كده بنقول على الرغم من ان الكربون جيد التوصيل للكهرباء، كربون اللي هو الفحم بيوصل الكهرباء، لكن ليه ما بيصنعوش منه اسلاك الكهرباء؟ ليه؟ لانه لا يلين بالتسخين. والنوع الثالث اللي هو المعادن، مواد صلبه تلين بالتسخين، اللي هو جميع مين يا اولاد؟ المعادن. يبقى نرجع تاني، يبقى من المواد الصلبه اللينه في درجه الحراره العاديه، ممكن المطاط وممكن الايه؟ البلاستيك. خلاص. طيب ننتقل للسؤال السادس، تلجأ النباتات اكله الحشرات. انا عندي النباتات اكله الحشرات، خد بالك كويس جدا من السؤال ده عشان في زمايلكم يعني سألني سؤال، يعني انا استغربت جدا من السؤال، بقول لي مس هي النباتات اكله الحشرات دي يعني معنى كده ما بتقومش بعمليه البناء الضوئي؟ طب بقيت اكلها بتجيبه منين؟ لا 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 لا، خلي بالنا كويس جدا من السؤال ده. النباتات اكله الحشرات زي الديونيا، زي الديروسيرا، زي حمول الماء، ده هي نباتات يا سنه اولى ذاتيه التغذيه. يعني ايه ذاتيه التغذيه؟ يعني بتقوم بعمليه البناء الضوئي زيها زي نبات اي نبات اخر، يعني بتصنع غذائها بنفسها زيها زي اي نبات اخر. يعني نباتات ذاتيه التغذيه يعني ايه؟ ممكن تجيلي في كده في الاختيارات، النباتات اكله الحشرات ذاتيه ولا غير ذاتيه التغذيه؟ تبقى ذاتيه التغذيه. المشكله الوحيده في النباتات اللي هي الديونيا والديروسيرا حمال الماء ديت، ما بتقدرش تاخد النيتروجين من التربه او ما بتقدرش تاخده من الهواء. طب احنا عارفين قبل كده من سته ابتدائي ان مين العنصر الاساسي في تكوين البروتينات؟ النيتروجين. طب هي ما بتقدرش تاخد المواد البروتينيه، فجزء من الورقه، جزء من اوراق هذه النباتات بيتحور وبيختلف شكله، بحيث ان هي اي حشره تيجي تقف عليها بتقوم ممتصاها وتاخد الايه؟ بتمتص منها مين بقى؟ المواد الايه؟ البروتينيه. فالسؤال ده كان بيجي لعلم في النظام اللي هو القديم، علم ليه بتلجا بعض النباتات لافتراس الحشرات؟ ليه؟ للحصول على مواد مين؟ برافو عليكم، البروتينيه. تمام؟ اتمنى لكم التوفيق جميعا يا حبايبي، وربنا يسعدكم جميعا كده ويجعلها سنه سعيده عليكم. طلاب اولى اعدادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحل نموذج من الامتحانات، وهنشوف هنشتغل عليه ازاي واحده واحده، وركز عشان الاختيارات كلها بتبقى زي بعض. يلا، اول حاجه بيقول لي المعكوس الضربي للعدد 2 على 5. يعني ايه كلمة المعكوس الضربي؟ اتفقنا ان المعكوس الضربي لما بيجي لنا احنا بنشقلب الكسر اللي عندنا، يعني بدل ما هو يبقى 2 على 5 يكون 5 على 2. ودايما عود نفسك لما تيجي تحل اختيارات او اختار من متعدد ان انت تطلع الاجابة الاول بره وبعدين تدور عليها. تمام؟ هنا عندي 5 على 2 اهيت اول ايه؟ اول واحدة. طيب تاني حاجة، ابسط صورة للمقدار س ناقص 5 في س زائد 5 موجب 25. كلنا متفقين ان ده كده حالة خاصة من حالات الضرب. طب كنا بنعمله ازاي؟ كنا بنعمله مربع الاول ناقص مربع التاني. يعني ايه؟ يعني بناخد س دي تبقى تربيع ناقص 5 دي تربيع 25. وما تنساش ان هو سايب لي موجب 25 برا احطها مع المسألة، موجب 25. هبص هنا الاقي فيه سالب 25 وموجب 25 يروحوا مع بعض، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي س تربيع لوحدها اهي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقولي 15 س اس 5 ص تربيع على 3 س اس 2 ص اس 2. ماشي، واحدة واحدة. هناخد اول حاجة المعامل بتاعي اللي هو ال 15 هنقسمه على التلاتة. 15 على 3 فيها الخمسة. سين قص 5 على سين قص 2، خلي بالك ان احنا في العامل الرمزي بتاعي بعمل ايه؟ بطرح الاسس. يعني سين قص 5 على سين قص 2 دي بتبقى سين قص 3، بطرح الخمسة ناقص 2 3. صاد قص 2 على صاد قص 2 خلاص هيروحوا مع بعض. ليه هيروحوا مع بعض؟ علشان 2 ناقص 2 بصفر، واي حاجة قص صفر بواحد تروح، يعني الصاد قص 2 تروح مع الصاد قص 2، هيبقى لي 5 سين قص 3 اللي هو الاختيار باء. الوسيط لمجموعة القيم
واحد واثنين واربعة وتلاتة وعشرة. سامعة حد بيقولي الوسيط؟ الوسيط يعني ترتيب، يعني لازم ارتب القيم بتاعتي دي الاول وبعدين ابتدي ايه احلها. طيب نرتبها الاول، يلا بينا. هنرتب ازاي؟ واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة وبعدين عشرة. خلاص اجي عشان اعمل الوسيط اسهل طريقة يا ولاد، بشيل انا عدد من الاول كده وعدد من الاخر، عدد من الاول كده وعدد من الاخر، وهيبقى لي الوسيط بتاعي اللي في النص اللي هو مين؟ اللي هو التلاتة. يبقى هو ده الوسيط ايه بتاعي. طيب الزاوية التي قياسها 40 درجة تكمل، خلي بالك من الجملة اللي بتيجي هنا دي، تكمل. قال لي تكمل، يعني ايه تكمل؟ يعني 180. ال 40 دي فاضل لها قد ايه عشان تبقى 180؟ فانا بكل بساطة بعمل 180 انقص منها 40 بيديني 140 درجة. طيب يا ميس لو ما جابليش تكمل ديت وجاب لي حاجة تانية، تتمم. تتمم تتمم التمام دوت يا ولاد يعني 90 درجة، يبقى هطرح 90 درجة انقص منها ال 40، خلاص دي هتبقى 140 درجة اللي هو الاختيار د. طيب عندي السؤال اللي وراه، اذا كان المثلث ألف ب ج يطابق المثلث س ص ع قياس زاوية ب زائد قياس زاوية ع ب 80 درجة، عايز قياس زاوية ألف. هو يا ولاد هنا في التطابق معتمد ان زاوية ألف بتساوي زاوية س، وزاوية ب بتساوي زاوية ص، وزاوية ج بتساوي زاوية ع، تمام؟ طيب هو جاب لك زاوية ب اللي هي دي، قال لك ب زائد ع، يعني معنى اصح ب زائد ج لان ع بتساوي ج بتطابقها هي هياها، فب وج الاثنين ب 80 درجة، طالب مني زاوية ألف. انا عارفة ان مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة بتاعته 180 درجة، فانا هاخد ال 180 درجة بتاعتي وهطرح منها ال 80 ديت، هيتبقى لي 100 درجة. ال 100 درجة ديت هي دي قياس زاوية ألف، اهي الاختيار ب، تمام؟ طيب اللي وراه، اذا كانت زاوية ب تطابق زاوية ج، يعني ايه تطابق؟ يعني قدها، يعني زيها، يعني لو دي 50 دي 50، لو دي 100 دي 100، لو دي 20 دي 20، هي هي. حيث زاوية ب وزاوية ج متتامتان. لسه قايله لكم فوق يا ولاد يعني ايه كلمة متتامتان. متتامتان يعني مجموعهم 90 درجة. طب زاويتين قد بعض والاتنين مجموعهم 90 درجة، تبقى دي كام ودي كام؟ 45 و45 بالظبط كده، تبقى قياس زاوية ب ب 45 درجة وقياس زاوية ج برضو يا ميس ب 45 درجة. طيب ممكن يجي لك حاجة تانية، بدل ما يقول لك متتامتان يقول لك متكاملتان. طب متكاملتان يعني ايه؟ يعني مجموع قياسهما 180 درجة. طب يعني ايه 180 درجة؟ دي بكام ودي بكام؟ شاطر، دي ب90 ودي ب90، تمام. يلا السؤال اللي وراه، في الشكل المقابل، في الشكل المقابل الشعاع ج د يوازي الشعاع ب أ قياس زاوية ب ج د. بص هو بيقول لي ان ب أ ده بيوازي ج د، تمام؟ وبيقول لي كمان ان قياس زاوية ب ج د دي ب50 درجة، طالب مني قياس زاوية ب، طالب مني قياس الزاوية دي. شايفة حد شاطر اهو بيقول لي يا ميس ده حرف الزد، عندي شعاع بيوازي شعاع وعندي قاطع لهما اهو ب ج، وعندي حرف الزد بتاعي، يبقى قياس زاوية ب بتساوي 50 درجة بايه بقى يا ولاد الشاطر الجميل اللي هيقول لي بالتبادل. مش مطالب ان انت تكتبها بس عشان تبقى عارفها، بالتبادل عشان تبقى عارفها، تمام كده؟ تمام، بالتوفيق يا ولاد. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما ننساش نعمل لايك على الفيديو، سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس على الكل، وشير مع الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى اللقاء، باي.